الدولي على المعارض بلبنان، وخاصه انه نحن هلا عم نتحضر لمناسبه وحده بتجمع، او اذا بدكم يوم واحد بيجمع مناسبتين، يلي هو مناسبه عيد الام، وايضا كمان بدايه فصل الربيع يلي كلنا بنحبه الا اللي عندهم حساسيه. مناسبه عيد الام معارض كثير عم تنعمل بلبنان، منها معرض فرا ديزاين سنتر. بصيرنا نستقبل المسؤوله عن المعارض بفرا ديزاين سنتر زينه طبال. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. اليوم مثل ما قلنا معرض عن عيد الام ب 19 20 و21 الشهر، اكيد عم نحكي عن شهر اذار. هالمعرض يلي هو مخصص للعائله كلها مش بس للامهات، وخاصه للام، خاصه يعني للام. سيدات عندنا 19 سيده اكثريتهم امهات، والهدف منا اهداء شيء، غرض، اي غرض يعني بنحب نهديه للام. نظهر شوي من الهدايا التقليديه للهدايا الحرفيه. كلهم حرفيين، ارتيزان، فنانين بنفس الوقت. نعم. وكل سيده عندها شيء مميز. في عنا البرودري تطريز، وعنا هدايا من الازاز، الفنيجين، صحون. في عنا الفو بيجو، مجوهرات. كمان عنا كمان بينتينغز، رسم، لوحات. بقى عنا 19 سيدة، كل واحدة مختلفة عن الثانية، إلى نوع خاص، ستيلها الخاص فيها. وكل الهدف من هالمشروع نشجع الحرفيين اللبنانيين. يعني أكثر شيء إنه هولي حرفيين. في ناس عارضة من قبل، وفي ناس ولا مرة بتعرض، أول مرة بتعرض بفرا ديزاين سنتر. اكيد رح نشوف بعد شوي صور كثير يعني عن السيدات المشاركات ومختلف الاساليب المشاركين فيها، بس بيهمني احكي عن موضوع اول شيء تشجيع السيدات الامهات بالتحديد، يلي منهم ما كانوا ما بيشتغلوا من قبل، ما عندهم وظيفه معينه. انتم بفرا ديزاين سنتر حاولتوا تشجعوا هالسيدات لانه يعطوا، لانه يحسوا حالهم مشاركين يعني اكثر بالحياه العمليه والحياه الفنيه، مزبوط؟ اكيد، لانه في سيدات ما يعني ما كانوا يشتغلوا قبل ولا مره، شاغلين غير بهول الاشياء الحرفيين. يعني كل سيده من هالسيدات عم تشتغل بالقطع يلي عندها بكل تأني، وكل عم تعطي من كل قلبها. يعني ولد من اولادها، يعني ولد من اولادها. بقى هذا الشيء اللي عم يخليه مميز للمعرض، يعني معرض كتير مميز، لأنه كل سيدة عم تعطي كأنه شيء كتير عن جد مميز. في طابع أمومي، في طابع عائلي أكيد، ونظهر منها الهدايا التقليدية. يعني كلنا بنشتري هدايا تقليدية لأمهاتنا، بس تشتري هدية شغل إيدين أم، وخاصة بهالمناسبة بيعني لها كثير للأمهات اللي رح يجوا لعنا ويشتروا من هالمعرض. عم تشوفها على الهواء البروشور الخاصة بالدعوة لهالمعرض يلي رح يصير بفرا ديزاين سنتر، ما هيك؟ ايه اكيد، بمنطقة بالمكلس بالتحديد، من 10 للـ7، والسبت من 10 للـ6، على مدار 3 أيام، 19 20 21. تشجيع الحرفيين والحرفيات بلبنان، هذا موضوع يمكن شوي صار موضوع الحرفيين بالتحديد بعيد عنا. يعني هي الحرفة بحد ذاتها ما عاد لها تمثيل كتير، صرنا بنلجأ أكثر للشغلات الأسرع، للشغلات الخالصة، للشغلات يلي إذا بدك ما بدها وقتها تنعمل، ومش هالقد مصقولة ومشغولة يعني بتأني. مشان هون في لفتة حلوة من فرج، شددنا على موضوع الحرفيين، شددنا على موضوع أنه مش الأشياء الخالصة، الأشياء اللي بتاخد وقت، الأشياء اللي كل شقفة فيها عم تاخد وقت بتأني وبفن، لأنه هن مش حرفيين بس أنه عم يشتغلوا بإيدهم، بس هن فنانين بنفس الوقت. يعني كل واحدة منهم فنانة بدورة، ونحن قلنا سوابق بمعارض حرفيين مش أول مرة، وأكيد رح نكفي بكتير معارض تهتم بهالموضوع. تعتبروا يعني داخل الحركة الفنية الثقافية الفنية، وخاصة اللبنانية. يعني كتير منشدد على موضوع اللبنانية. حلو، خلينا نشوف زينة صور لأعمال بعض السيدات يلي عم ينعرضوا بفرا ديزاين سنتر. بنشوف هالصور أكثر، بنعلي عليهم أكثر، بتفسري لنا عليهم تيكون صورة واضحة لكل المشاهدين يلي عم يحضروا ويلي حابين يزوروا فرا ديزاين سنتر. هيدي عمل فينيكيا، تشتغل بالحديد. هيدا من حديد، من حديد.
هيدا عمل أمل جحشان تعمل كل شيء لبيروت ميمورابيليا ماجيت تيشيرتات كوسترز عم نشوف يعني كنا بالصورة الأولى في احتراف كتير كبير يعني في احتراف منا هيني أبدا تنعمل هيدا شغل برنادات فران نعم. تعمل فو بيجو من أحجار ومن جلد عندها كذا شغلة بتدخلها بشغلها هيدا كمان برنادات منشوف هون الحلق المعمولين في داخلهم أحجار يعني إذا مننتبه عم بيدخل كذا مادة أكتر من مادة بكل قطعة كمان برنادات دارين سمعان دارين بانتر عم ترسم كمان إذا منلاحظ اللبنانية الترابيش من الواحد اللبناني ورح تكون عم ترسم عنا لايف إذا كمان حدا بهمه على الطلب ولا في صور على لايف وعلى الطلب يلي بحب بورتريات يقطع لعنا ايه وكمان بالأعراس بترسم اها وهذا كمان شغلة لدارين هيدا مقسومة لأربعة هيدا كمان فينيكيا مثل ما شفناها بأول قطعة لإلها في حرفية كمان حروفية. مش بس حرفية بهيدي القطعة اللي عم نشوفها مثل المعرض المتحف الوطني نعم. يعني قطعة من المتحف الوطني نعم. بهالطريقة بتشتغل ميراي حليمة حجيري بتشتغل كليم على الإيد على الطريقة القديمة هون في برودري أشكال سجاد يعني أشكال سجاد كليم بماتير كليم كريستي رسم ايه كمان رسامة وهيدا كمان من عمل كريستي ميراي أسمر بتشتغل بالفوبيجو كمان ننتبه على تدخيل المواد ميرنا بيروتي بتعمل ساكيت جسدين وكله منشدد على شغلة انه كله هاند ميد كله صناعة يدوية اوقات باستعانة من معمل ما بس انه هو كله الشغل يدوي رح نشوف تباعا يعني الصور اكيد نعطي كريدي لكل المشاركات لانه في عنا عدد كبير من الصور بس هون على اي اساس اختيرت السيدات للمشاركة بهالمعرض او هن تقدموا على فرا ديزاين سنتر بمحبة منهم يعني أنا بدي أشكر أرشي تري هن منظمة غير حكومية هن اللي عرفونا على هالسيدات هن إلهم بيشتغلوا معهم إلهم فترة من قبل وهن اللي عرفونا على أكترية هالسيدات وصاروا بس عرفوا الناس إنه عنا هالمعرض صاروا هن يحكونا سيدات تحكينا إنه بليز بدنا نشارك وما بقى عنا محل بعدنا عم ناخذهم ما رفضنا حدا يعني بعدنا لهلا عم ناخذ سيدات لحد امبارح يعني هلا ممكن يكون في سيدات عم يتابعونا حابين يشاركوا بفرا ديزاين سنتر فين يتصلوا فيكم اذا عنا محل اكيد بناخذهم نحن عندكم محل ولا ما عندكم مندبر لهم ندبر في مشاكل المساحه كبيره يعني المساحه كبيره سنتر. ايه عنا المدخل اول ما تفوت من فرا ديزاين سنتر المعرض على المدخل رح يكون وعلى الحيطان اكيد رح تكون اللوحات وفي عنا كمان ايقونات مرسومة كمان على الحيطان وفي فخار وفي يعني بالإضافة لكل هول اللي شفناهن لما نحكي عن حركة المعارض بلبنان نحكي نوعا ما عن حركة خجولة وخاصة انه يمكن المعارض بتراجع لمصلحة الجالوريات يعني الكفة دايما بتروح نحو الجالوريات هي هن بيعرضوا اكتر وهن يمكن عندهم كوراج بيع اكتر على حجة على حجة العفش يلي بيبيعوه يعني مفروشات إلى آخره كيف بتلخصي حركة البيع أو كيف تتوقع تكون حركة البيع خاصة أنه هذا المعرض هو بمناسبة معينة يعني متوقعين حضور كتير كبير نعمل له دعاية وهلأ متوقعين حضور كتير كبير لأنه بجاليري عفش يعني مش بمحل مثل محل خاص مثل معارض كتيرة بتصير فيها لهم بالعادة يروحوا عليها لأنه محل جديد ولأنه وجوه جديدة وأسامي جديدة أكيد متوقعين حضور كتير كبير لعنا يعني هالثلاث أيام حاضرين حالنا
لحضور سيدات تا يشتروا هدايا لعيد الأم. بتعتبر النقطة إيجابية إنه يكونوا الأسامي جداد؟ يعني في أشخاص تقصد لوحات معينة لاسمها أكثر ما هو إذا بدك لشكلها أو لقيمتها الفنية، بيشتروا قيمة الاسم يعني التوقيع. أكيد، بس نحن عم نطلق أسامي جديدة، يعني في منهم رح ينطلقوا من عنا أول مرة بيعرضوا من عنا، هيدي أكيد إيجابية لأنه ما بقى الناس اللي معودين عليها، إنه يمكن في ناس معودة تشتري نفس اللوحات ونفس الاسم، ليش لا ما بتغير، بتشوف دم جديد وجوه جديدة ستايل جديد. يعني دايما كل شيء جديد يبقى فيه نكهة خاصة فيه. من خلال متابعتك لمجموعة معارض كنت مسؤولة عنها، بتعتبر انه هذا المعرض فيه ستايل جديد، فيه اساليب جديدة مبتكرة رح يشوفوها الاشخاص اللي رح يزوروا؟ اكيد، لأول مرة في اشياء جديدة، حتى ما قطعت معنا قبل بالمعارض السابقة رح تقطع هلأ لأول مرة فيها، ونخلي شوي لعنصر المفاجأة، ما رح نحكي عن كل شيء. بس يعني ان شاء الله بيكون معرض موفق. بخصوص الاسعار، دائما بهمنا نحن اذا بدك قيمه الشراء، يعني للاشخاص يلي رايحين حابين يشتروا شغلات صنعتهم امهات وبدهم يهدون لامهم مثلا، الاسعار منيحه تراعي الجميع، تراعي كل الاحتياجات؟ معتبره معقوله لنسبه الشغل اللي عم تاخذها، يعني الشغل اللي بيشتغلوه الحرفيين كثير صعب وكثير بياخذ وقت وكتير بيشتغلوا بتأني، بقى هيدا الشيء بده يعني بده قيمته بالنهاية، منه أسعار غالية ومنه أسعار كمان كتير رخيصة. معتبرة معقولة. في تعب كبير يعني انبذل بسبيل يعني هالنتيجة اللي بنشوفها. بالشغل اليدوي في كتير تعب وكتير وقت، بحطوا كتير وقت، يعني أيام نبقى نحكيهم بدنا نشوفهم أو لازم يقطعوا الجاليري، مش قادرين، كتير غاطسين بالشغل، كتير بياخد منهم عناء وجهد عن جد، يعني بالنتيجة هيدي أسعار بمقابل التعب اللي تعبوه والشغل اللي أخذوهن تيخلصوه. اكيد. قديش كفرة ديزاين سنتر بتضل تتابع هالاشخاص يلي بتعتبري زين انه انتو ساعدتون للاطلال الاولى، ولكن الاطلال الاولى اذا ما تلاها اطلالات عديدة ما بيكونوا وصلوا يمكن لمبتغيهم، ما بيكونوا قدروا يعملوا بداية كارير او بداية يعني حياة مهنية جديدة، قديش انتو عم بتساعدون؟ قدي بتدعمون ماديا؟ قدي بتدعمون من ناحية المكان؟ وقديش كمان بيكون في مشاركة لفنانين تشكيليين كبار من لبنان بغض النظر عن الحرف؟ اكيد يعني عم نحكي عن الفن التشكيلي من ناحية النحت والرسم يلي عم نشوفه. من ناحية الدعم المادي والدعم المعنوي نحن كفرة مش اخدين ولا شيء من هول الفنانين، عادة بيصير في اجار للمحل، اكيد وين ما بدهم يعرضوا بدهم يدفعوا اجار وبدهم في كلفه، نحن مش اخذين ولا اجار محل ولا اخذين منهم شيء، بالعكس نحن مقدمين لهم المكان، مقدمين لهم الطاولات فور فري، ونزلنا دعايات حتى لقلون وذكرنا اسم كل سيده من هالسيدات على عاتقنا على حسابنا، يعني نحن بنعتبر عم ندعمهم ماديا ومعنويا من قد ما فينا، يعني قد ما فينا ندعم من هالناحيه. على كل حال يعني اكيد هن بحاجه لهالدعم، ونحن كمان بنوجه تحيه لكل السيدات المشاركات بهالمعرض، 19 سيده بقلب كبير وبايدين كمان، يعني اللي ربوا الاطفال عم يرجعوا بينجوا كل شيء رح بيشوفوه بهذا المعرض، هديه من ام الى ام خلينا نسميه كمان هذا المعرض. بدي اذكر مره جديده انه بفرا ديزاين سنتر بالمكلس 19 20 21 اذار من 9 الصبح من العشرة طبعا، والسبت من 10 ل 6 المساء. طيب اذا انا جيت الساعه 9 ما بتشربوني فنجان قهوه؟ يا اهلا وسهلا. ادي للاشخاص اللي حابين يشربوا قهوه. شكرا لك زينه طبال مسؤوليه المعارض بفرا ديزاين سنتر. شكرا لك، تحيه لكل المشاركين بالمعرض. ثانك يو. رح نتابع نحن وياكم، ولكن بعد هالفاصل الاعلاني القصير كل لقاءاتنا من يوم جديد.